طيب احنا وصلنا دلوقتي فقرة انت مين؟ انت مين؟ اسلام محمود محمد السيد الشاطر. اسرتك مين؟ اسرتي انا مراتي شافت عندي معاك الغلب يا عيني. نعم؟ شافت لا مراتي معاك دي اتعذبت يعني والله بجد، ربنا يعينها ويكرمها ربنا يخليها لك يا رب ويخليها لي يا رب دايما وتفضل دايما حواليا. وعلى فكرة مراتي دي انا اعرفها من وانا عندي يعني من زمان قوي يعني. عارف اللي هو ايه، احنا بقينا ما كبروش نفسكم قوي كده؟ لا انا احنا متجوزين بقالنا 20 سنه ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. قبل كده بشويه كمان، فبقالي كتير قوي اعرف مراتي. يعني احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا حافظتوا بعض خلاص. حافظين بعض في كل حاجه. هي بصراحه ربنا يعينها، بتربي اربع ولاد بكل التربيه المحترمه والشيء الجميل اللي فيهم، وهم احلى حاجه في حياتنا احنا الاثنين من وجهه نظري. هم احلى حاجه في حياتنا احنا الاثنين. ربنا يخليهم لكم وتشوفوهم احسن مراكز في الدنيا يا رب يا رب. احنا معنا تقرير لاسرتك. والله قدرته. ماشي، بعدين نتكلم في الموضوع ده. هنشوف اسرتك هتقول ايه ونرجع نتكلم معاها. يلا يا كابتن اتفضل. ايه الاخبار؟ وحشني جدا والله. عاوز بس اقول لحضرتك انك دايما بالنسبه لي مثلي الاعلى في الكوره وبره الكوره. يعني من واحنا صغيرين دايما بتحاول تعلمنا الاجتهاد والتضحيات علشان نوصل للي احنا عايزينه، اللي احنا فعلا عايزينه في الاخر. وما اظنش ان في حد اكتر من حضرتك هيبقى عارف عن الاجتهاد والتضحيات اللي الواحد بيعملها في حياته وقد ايه هي لازمه في الحياه. عشان بالنسبه لي ما فيش حضرتك اكتر حد اجتهد وضحيت بالنسبة لي في حياته علشان يوصل اللي هو عايزه. حضرتك تعرف تعيشنا في أحسن عيشة وميبقاش محتاجين ده حاجة، أي حاجة نطلبها من حضرتك تبقى موجودة. يعني ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك أبدا. والله عارف ان حضرتك تعبت قوي في حياتك عشان تجيب لي كل اللي انا عايزه، فعلا عارف. وعمرك ما قلت لي لا على اي حاجه، ودي فعلا حاجه بقدرها وبتبسطني قوي. يعني من وانا طفل حضرتك بتعلمني حاجات في الحياه، بس يعني لما كبرت برضو فضلت في ظهري وسندي، وعمرك ما قلت لي لا على اي حاجه. يعني حاجه تانية برضو، الناس كلها بتشوف ان انا شبهك، وفعلا دي حاجه انا بحبها وبفتخر بيها عشان يعني حضرتك ابويا، فعلا بفتخر بيك. بس كده وشكرا فعلا من كل قلبي، بحبك. ازي حضرتك؟ بحب حضرتك قوي، وحضرتك مثلي الاعلى وبحترمك قوي، وان شاء الله هتلاقي لعيب كوره زي حضرتك. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ بحبك وعارف انك بتتعب في الشغل عشان تعمل لنا اللي احنا عايزينه. وحضرتك دايما بتقولي اتعب عشان توصل للي انت عايزه، ولو ما تعبتش مش توصل للي انت عايزه. ونفسي اطلع لعيب كوره زيك كبير، لما يعني لما اكبر ابقى لعيب كوره كبير ومشهور زي حضرتك، ويبقى الناس كلها بتحبني زي حضرتك مثلا، وابقى شخص ناجح في حياتي. هتقول ايه لبدر ومازن وياسين وسليم؟ ربنا يخليهم لك. بس قبل ما نبدا نتكلم، ربنا يخليهم لي، دول احلى حاجه في حياتي طبعا. ربنا يخليهم. انا اول مره اسمع منهم الكلام ده، خلي بالك. لا والله، والله العظيم. يعني انت مش متخيل، انا بحب يعني العيال دي بالنسبه لي. بدر قاعد في اسبانيا. انت يعني عينك دمعت؟ شويه. بقول لك انا اول مره اسمع منهم فعلا الكلام ده. والله دي مفاجاه حلوه جدا، اصل هم من المرات القليله جدا. انت بتبكي ليه؟ لا يعني مبسوط بيهم. طبعا يعني من المرات القليله جدا اللي بشوف فيها اولادي بيتكلموا عليا كده، يعني لانه احنا دايما مشغولين ودايما بعيد عن بعض وحاجات من ده، لكن ولادي وبحبهم يعني. يا اخي ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم ويخلي لهم مامتهم ويخليكم كاسره جميله يا رب. هنشوف اسلام الشاطر تاني في الملاعب يا رب. بدر يعني بدر ومازن وياسين وسليم بصراحه. يعني بدر عنده 18 سنه وسافر اسبانيا السنه دي، كان جاي له، هو كان بيلعب في الجونه بالمناسبه. وبدر كان جاي له كذا عرض، مش هقول منين، لكن هو فضل ان هو يسافر اسبانيا. لسه مسافر، ما بقالوش شهر ولا شهر ونص. بيلعب هناك؟ بيلعب، بيدرس وبيلعب. بيدرس وبيلعب في نادي هناك درجة تانية، وده على فكرة حاجة رائعة ان هو يعمل كده. ولسه متأيد اهو الحمد لله. طب الحمد لله وربنا يكرمه. هو بس اتصاب في اول تمرينة، رجليه اتلوت، مش في اول تمرينة، لعب اول ماتش، تاني ماتش لسه. فبدر ربنا يكرمه ويكمله على خير يا رب. ان شاء الله. ياسين وسليم
اتنين توأم. ها توأم بيحبوا الكرة. بص هو الاول قبلهم مازن. مازن مازن ده حته مني يعني. مازن ده تحس ان هو اسلام. امي دايما تنده وتقول له يا اسلام. ما شاء الله ربنا يخليك. لانه مازن شبهي في كل حاجه. في كل حاجه. شبهي في حاجات كتير يعني. شبهي. ادي الصوره دي العائليه. امي وابويا ربنا يديهم الصحه، واخويا عمرو اللي على الشمال خالص. ايوه. وبدر ومازن وياسين وسليم. ما شاء الله ربنا يخليهم. كانت تعبانه شويه وقاعده عندي رجليها وجعاها. الف سلامه عليك يا حاجه. الف سلامه. ربنا يخليها لي. ووالدي برضو كان يعني موجود معانا في البيت وقعدوا معايا. والله من ساعه ما مشيوا وانا بيجي لي برد والعيال تتعب. والله بركتهم موجوده حواليا. كل بركه في حياتك. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. ويعني بصراحه يعني ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم. وعمرو طبعا اخويا الصغير هيتجوز برضو قريب، ربنا يكرمه. هتعزمنا في فرح ولا لا؟ يا نهار ابيض، ده شرف لينا يا كابتن. ماشي يا نهار ابيض. طيب